سلمى أبو ضيف كونها وجه إعلاني لبراندات وماركات عالمية، يمكن أكبر الماركات العالمية، يخليها تبقى مشاركة في محافل ومناسبات. الحقيقة بيبقى فيها، بتبقى غاية في الأناقة، بيبقى في نجوم كتير من حوالين العالم. جزء من شخصيتك والصورة النمطية ليكي عند الناس هو الجزء الفاشينيستا اللي هي على آخر موضة، الغاية في الأناقة. حتى لما بتلبسي حاجة غريبة بيبقى مفهوم إنه ده ستايل يعني مختلف. ستايل مختلف. ده جزء مهم في حياتك دلوقتي يا سلمى. أنا طول عمري فعلا بحب اللبس، بحبه. يعني أنا فاكرة زمان بابايا طول عمره كان بينزل يشتري معايا اللبس. هو كمان كان احنا بابايا كان بيشتغل في الأقمشة، كان تاجر قماش. فدايما هو ينزل واحنا نشيل اللبس كان دايما يشوف الخامه عامله ازاي، يقول لي لا دي خامته حلوه، مش خامته مش حلوه. فعندي خلفيه، كنت اروح له مثلا محل زمان وانا صغيره، اقعد بقى اشوف الاقمشه واعيش وسط القماش عموما في الازهر. فكنت بحب، انا بحب الاقمشه، بحب اللبس. يعني انت دخلتي عالم الازياء من قبل فكره موديلنج او تعاون، من وانت لا، ما هو اللي يشتغل في الاقمشه وهو صغير او اللي يبقى عايش مع الاقمشه ده بيبقى عنده سنس الأناقة والخيوط والخطوط والقصات. هو بصي، ممكن أكون اتأثرت بدم بابايا لأنه حتى كان عنده عدسة يشوف بيها القماش من جوه عامل إزاي. كان في مثلا زمان أنزل أشتري مع اللبس يقول لي الهلاهيل اللي أنت بتختاريها دي، في حاجات كده تتلبس وتترمي دي، وفي حاجات يقول لي مثلا هتلبسيها وتفضل عندك في الدولاب. ودي حاجة اتعلمت منها أنه الكواليتي ساعات بتبقى اهم، انك تبقى شاري حاجه قيمه احسن يبقى عندك حاجات كتيره وهلاهيل زي ما هو كان بيقول، صح، ونرميها بقى. صح. فتعلمت ده منه بصراحه. كنت بقول لك على مشاركتك في براندز عالميه، ده برضو اكيد يعني حط لك ايدج او عمل لك سقف اعلى في فكره انه الاناقه بتلبسي طبعا مجوهرات. انا عارفه انك مش انت اللي شارياها، بس ايوه ببقى زعلانه قوي. انا بقول زعلانه انت بترجعيها. ايوه لفه كمان. طيب اي حاجه. قولي لي اغلى حاجه لبستيها يا سلمى. اظن كان في كان، كان في كده عقد كبير قوي كده، كان تحفه، لونه اخضر. الماز ولا كان الماز كله؟ وحلق برضو حلقين كده، كان حلو قوي. بس باخده لفه كده بس ياخده قطعه فظيعه. بس هم حلوين قوي ما شاء الله. الناس عارفين انه الحاجه لما بتلبسيها بتديها رونق وبتديها جاذبيه، يعني بيقولوا لبيس جسمك. شكرا. لبيس. شكرا. يعني ايه احلى حاجه او احلى حاجات لبستيها، واللي بعديه ايه اغرب حاجات لبستيها وحسيتي انه لا ده الناس تريقت عليا؟ فاكره مش يعني في كده فستان كده تحسيه كان القماشه بتاعته اكنه متطرز، اكنه زي السمكه كده. كان في ايفنت تايمز ماجازين، كان بحب قوي اللوك ده. وفي لوكس في باريس فاشن ويك في فرنسا برضو، واحد كده احمر واحد اسود كده، كنت بحبهم قوي. اللبس اللي انا بلبسه في فرنسا بحبه لان انا بحس ان انا نازله مفيش حد هيتريق عليا. انا بنزل هنا بيبقى في احتمال حد يتريق عليا، وانا هناك ده اكيد. مش احتمال، ده اكيد. انه احنا بيبقى نازله انا واثقه محدش يتريق عليا، بيبقى نازله في ثقه كده. طب وايه الحاجات اللي انت حسيتي انه يعني؟ بصي انا هقول لك، انا كنت حباه بس الناس بجد تريقت عليا جدا. كنت في مهرجان القاهره، كنت لابسه بتاع كده زي بوستيه وسكيرت، بس كانت مفتوحه كده من فتحه هنا. فالناس كانت بتقول لي انت عامله ازاي ده ولا ايه. وقررت اعمل حاجه كده شعري مبلول ولزقه على قرصي. فكان انا كنت حباه قوي بجد، بس كنت كان حبيه. فنان زياده عن اللزوم بس على الناس. كان فاشون قوي. فاشون. كان فاشون قوي.